أكيد كثير من الرؤوس السياسية الكبيرة ليست لديها القدرة على التنافس ضمن الدائرة الضيقة. ليش؟ لأن هو بعيد، والتجربة اللي مر بيها هي منتقدة من قبل الشعب. الشعب ما راضي على الإداء، غير قابل على العملية السياسية إجمالا، وبالتالي هؤلاء ما عندهم حظوظ في الدائرة الصغيرة اللي هي أعتقد تعبير عن لفظ الدستور، لكل 100,000 نسمة مقعد. كنا نعتقد ولا نزال أن هذا التمثيل يأتي على كل الأرض العراقية يغطيها، وبالتالي الناحية والقرية والقضاء والمحافظة تكون ممثلة في مجلس النواب. لكن يبدو أن النضج الشعبي أو السياسي ما وصل إلى هذه المرحلة بصراحة. احنا دا نقفز على مسائل، يعني احنا من بدينا على سبيل المثال العراق دائرة انتخابية واحدة. شنو اللي حصل للمواطن؟ اللي حصل انه يشوف بس اسم رقم واحد، اسم بس اسم يمثل كل القائمة، لكنه ما تحت هذا الاسم الناس ما تدر بيه، ما تعرفه، ولهذا سموها القائمة السوداء المظلمة. فاضطر المشرع أن يذهب إلى دوائر المحافظات، ووقعنا أيضا بنفس المأزق. ثم جئنا بسانت ليغو لأنه السمك الكبير أكل السمك الصغير وما انطى فرصة أن يولد، فذهبنا إلى سانت ليغو أيضا أسيء انتخابه، ولم تظهر الانتخابات إلا بعد أكثر من أسبوعين من حصول الانتخابات. ثم التطبيق الحالي اللي هو أعتقد أخطر انتخابات سوف تمر بتاريخ العراق للوضع الأمني في البلد. مثلا نذهب إلى الناحية، الناحية فيها مراكز قوى، فيها شيخ عشيرة، فيها حزب سياسي متسيد معروف، يعني هاي محسوب لهذا الحزب، هذا محسوب لهذا الحزب، وهناك مستقل ما عنده شيء، ما يملك إلا نظافته وسلوكه ومهنيته ورغبته في خدمة الناس. نعم. هذا ما راح يكون إلى دور. ليش؟ لأنه السطوة العشائرية راح تظهر بوضوح. السطوة بعض الأحزاب والمال السياسي والفساد والسرقات أيضا راح يكون لها دور كبير، و هذا ما راح يعطينا نتائج طيبة. ولهذا تشوف بين فترة وأخرى أن المحكمة الاتحادية تشطب عدد من الأسماء. ليش؟ لأنه مرة يجيك مزور الميلاد ماله، مرة يجيك مزور شهادته، ماخذ له متوسطة ويروح يختم يوب إيران يوب لبنان ويعتبر نفسه بدرجة وزير. يعني صار الموضوع ما مقبول